بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. صدق الله العظيم. مشيناها خطى كتبت علينا ومن كتبت عليه خطى مشاها. وأرزاق لنا متفرقات، فمن لم يأت منكم أتاها. ومن كتبت منيته في أرض فلن يموت في أرض سواها. أيها الجمع الطيب المبارك، وما زال العطاء مستمر بين أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته. وبعد أن استمعنا واستمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، نعود مرة أخرى بتلاوة قرآنية مرة ثانية مع ذلكم العلم القرآني صغير السن كبير المقام فضيلة القارئ الشيخ السيد رضا طنطاوي ابن قرية بنات. أسأل المولى العلي القدير أن يفيض عليه ربي بالقبول، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تقل للخائنين خصيما.
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيما ولا تقل للخائنين خصيما إن بما أراك الله
ولا تقل للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله إنا بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تقل للخائنين خصيما ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيماً
الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. حقا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. استمعنا واستمتعنا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام بهذه التلاوة القرآنية المباركة لذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ السيد رضا طنطاوي ابن قرية بنتف في ليلة التكريم لأم كريمة صعدت روحها إلى رب كريم حرم المعلم صبح عليه والسيسي ووالدة كل من المعلم سمارة السيسي والمعلم سليم السيسي والمعلم صبح السيسي شاكرا على لسان الأبناء الأعزاء والعائلة الكريمة وكل أصحاب الواجب بقرية بنتف إلى كل من حضر ليواسينا سائلا ربي متوسلا إليه بحق النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغمد الأم الراحلة في واسع رحماته وأن يحشرها في زمرة النبيين والصديقين والشهداء. كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب الهندسة الصوتية الإذاعية المتنقلة باشمهندس أحمد السباغ ابن قرية بنتف وإلى صاحب واجب الضيافة والخدمات الفندقية إدارة المتر محمد القط المقيم بالربعمية. الشكر موصول لمخرج الروائع القرآنية عبر شبكات التواصل الاجتماعي باشمهندس ناصر صلاح والباشمهندس صلاح ناصر صلاح لجمع الطيب المبارك. تقدم بخالص الشكر والتقدير للقائمين لجمعية تنمية المجتمع ببنتف. أيها السادة الأعزاء شكر الله سعيكم جميعا ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم وسبحان من له الدوام.